ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. عبرت الإعلامية ومقدمة البرامج مريم القصيري عن غضبها بعد توصلها بفاتورة استهلاك الماء والكهرباء، حيث توصلت بفاتورة بلغت قيمتها 4700 درهم، مما سبب لها صدمة وغضبا عارمين. وعندما توجهت إلى الوكالة المسؤولة عن توزيع الماء والكهرباء أكدوا لها أن الأمر عادي، لأن الفاتورة تتضمن 3 أشهر من الاستهلاك بسبب جائحة كورونا، وأن الاستهلاك يزداد بسبب الحجر الصحي. إلا أن الإعلامية أكدت أنه تم استخلاص الفواتير شهريا عن طريق سوما كانت قد وضعتها تحت تصرف الشركة، مما يعني أنها ستؤدي الثمن مرتين. وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المواطنين تفاجأوا بأسعار مبالغ فيها بفواتير الماء والكهرباء تضم استهلاك 3 أشهر، مما يزيد من معاناتهم. السلام عليكم، بخير، كي دايرين؟ لاباس عليكم. البارح كما شافوا بزاف ديال لي زامي ديالي، جي بوستي واحد لا فاكتور ديالي ديال ريدال، فيها 4700 درهم وشي صريف، هذاك ماشي مشكل. اليوم جيت عندهم لريدال، قلت لهم كومون سا سفي كو غادي تكون لا كونسوماسيون ديالي طالعه بحال هكا. قال لك لا، راه خلصنا لي 3 موا، هذيك لا كونسوماسيون ديال لي 3 موا. مفاهمين انا ولادي وراجلي والحيوط وكل شيء كنخدم بالضو، لانه السيده قالت لي لا، الوليدات كيفيقوا الصباح الضو، الفران الضو، ما نعرف شنو الضو، المهم كل شيء الضو. يمكن حنا كنا كنفيقوا بالضو كنعسوا بالضو، هادشي ماشي هو المشكل. المشكل انه كنا حاطين عندهم واحد لا دوتاسيون، اون كونسيون كنا حاطينها باش كيتخلصوا بلا ما نبقاو غادي نجيين عليهم. تخلصوا منها في الشهر الاول، وتخلصوا منها في الشهر الثاني، وتخلصوا منها في الشهر الثالث. قالت لي لا، راه هذاك الشيء اللي نتوما خلصتوا راه هو عندكم اون موا هنايا في لا فاكتور، وهما مخلصين منه في لي فاكتور الاولين، في الشهور الاولين تخلصوا منه، وزادوا تخلصوا منه عاوتاني. دابا هذا واش نصب؟ هذه واش سرقه؟ هذا واش ضحك على على الشاب؟ ما فهمتوش شنو. يمكن انا راه ما كنطبعش فلوس وكنسكهم باش نخلص انا يا رضا، باش نخلص الشركه اللي غتجي تنصب عليا في الموضوع. ما كنصورش السهره عندي في الدار باش غادي يحسبوا عليا هذا الحساب بحال هكا، لانه ولات 8 سنين وانا ساكنه في هذا الدار، ما عمرني ما خلصت بحال هاد لا فاكتور، جامي دو ما في. مرة واحدة واقيلا ولا جوج اللي هما كيحسبوا حسابهم تقديري، كنقولوا ماشي مشكل، صدقة ورحمة على الوالدين، ولكن الصندوق ديال كوفيد راه حنا تبرعنا ليه، وداكشي اللي قدرنا عليه الله ديال الخير راه حنا درناه. فريضة ماشي سوقها انها تطير من عندنا الفلوس باش هي تعمر جيبها، ولا تقول غادي دير الخير على ظهرنا ولا شي حاجة بحال هكا. فغتوصل فين ما بغات توصل معاهم. والسيده كتقول لي او ما كنتيش تخلصيهم، علاش خلصتيهم؟ داك الساعه نقول لهم ما نخلصش. كنقول لكم ريدال بدلوا الناس اللي خدامين معاكم اولا، واختاروا الناس اللي يخدموا يكونوا بعدا كيعرفوا يهضروا، كيعرفوا يستقبلوا المواطنين ويستقبلوا الزبائن، لانه حنا زبائن عندهم، وحنا اللي كنخلصوهم، حيت حنا لا كونسوماسيون ديال الضو ديالنا راه كاينه غير انا وراجلي ولادي جوج صغار، هادشي كلشي عارفو. ولا كونسوماسيون ديال الضو عندي عاديه جدا، حيت كنشعل بوله وحده، ما كنشعلش داري كلها. فغادي توصل فين ما بغات توصل، وغادي نشوفو حنايا وهاد الريضال فين غادي نمشيو. المهم انا 8 سنين وانا ساكنه في الدار، عمرني ما عرفت المكانه ديال الضو فين كاينه، حيت هادشي ما كيهمنيش، ولكن شوفوا المكانه ديال الضو فين لقيتها. وكيجي السيد وكيقراها، راه سي نورمال يقراها بحال هكا، حيت هادشي مضبب وهذا. والمهم حسب لا كونسوماسيون اللي بغا وقيد داكشي اللي بغا، شوفوا المكانه فين كاينه وكيفاش دايره، وهو قال لك يحسب. نشكركم على حسن المتابعه. قناه ماروك اخبار يومي.